هذه مواقف تصير. إيه. قادر إنك تشيل البث لحالك؟ إن شاء الله بإذن الله راح أشيل وراح أطبخ وراح أنبخ وراح أسوي البطيط. داود لك بالتوفيق، وإن شاء الله نشوف هذه الروح تكمل معنا في البرنامج. والجميع عفان راح يكون عفان شاعر النسخة. نقول إن شاء الله. كم عدد الشعراء المشاركين؟ تقريبا 6 أو 7. والله ما أدري. أنا ما أدري والله كم العدد، إذا الإعداد عنده معلومة، لكن راح يكون في تنافس كبير. أنا ما علي بين الشعراء. لكن اليوم في المنافسة هل راح يكون عفان شاعر النسخة مثلا؟ إن شاء الله. في كثير من النسخ الشاعر يتميز أنه هو أكثر من كتب لزملاء، أكثر من كتب لشارات في البرنامج، أكثر من عد قصائده في البرنامج، فيقال عنه هذا شاعر النسخة. أنا ما قدمت ولا دخلت لأني شاعر. ما قدمت. يعني بس نقول للجمهور عفان لا تنتظرون منه إلا شعر. لا. أنا أنت إحنا على موضوعنا شاعر نسخة. صحيح. أنا قدمت كشاعر. وما يصير بعد إني أخذ دور الممثل والمنشد قصيد قصيد قصيد. أنا بقصد لا جاء وقت القصيد قصت. أجا وقت الممثل حضرت معه ضحكت وصفقت، فجاء المنشد يبي بصير عضو شرف إذا صار فيه تمثيل، ما راح تمثل معه. لا بنحاول. والبرنامج فيه جزء كبير تمثيل. البرنامج فيه جزء. إحنا نحاول. شفت إحنا نحاول. إحنا الصدق أنا ما هي موهبتي التمثيل، بس يمكن أطلع بممثل. يهمك ردة فعل الناس؟ ممكن يقولون والله طلع بشخصية غير شخصيته كشاعر. ردة فعل الناس يعني علي أنا شوف إذا هو خطأ ردة فعل على شيء خطأ أكيد تمني بأن ابن ضميري، لأن أنا ما عندي ضمير. أكيد بأن ابن ضميري على خطأي اللي أنا بسويه، بس إذا شفت الناس قايمين على شيء صح أشوف أنا وشوفون الناس العاقلين صح. الناس رسول عليه الصلاة والسلام مات، اللهم صل وسلم، مات الناس ما أجمعوا عليه مع فارق التشبيه. صحيح. أحد يقول صادق وأحد يقول لكن في برامج الواقع كثير من الأحيان الجمهور تأخذ العاطفة يعني، وفي كثير من الأحيان ممكن يوجه المتسابق العاطفة إن شاء الله ويقلب على أخوياه. لا هذا ضعف. صارت ولا ما صارت؟ ما أدري والله. ما تدري؟ والله ما أدري. يعني ما مالك زملاء يسولفون لك؟ يسولفون إيش يقولون يعني؟ إن مثلا كان في متسابقين في أول البرنامج شيء وبعد البرنامج شيء ثاني. مشرحها قبل شوي رشيد وعلي قالوها يعني تكلموا عن الموضوع هذا. يقولون يعني من باب الاستعطاف ما الاستعطاف قرارة نفسيا أنا من داخل يعني فكرت فيها أنا هذه أشوفها ضعافة يعني. وش الاستعطاف؟ يقول يوم يقول إنه يعني يضربك رفيقك يمزح معك تسوي حركات إنه ولا جاء تحت البث يا رجال أنا ما فهم ويطلع مرة تستعطف ويسلم يمكن رفيقك دفش ضرب يعني. في بعض الناس أنت ما تدري مسوي عملية في حديدة في رقبته في كتفه. لا 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 أنت تعرف شلون تحط حدود بينك وبين الناس. حلو. طيب في بعض الناس أنا أقول لك على البث ما راح تقدر تسوي بينك وبينهم حد تحت البث. الناس بيقولون هذول بينهم مشكلة. أنا رديت عليه رديت عليه دار والناس أكدوا المشكلة اللي هو يبيها اللي هو يستهدفها تحت البث. أبكلمه يا مسلم ما فهم هذه حصلت ما فهم جاء على هذيك الساعة أنت فاهم أتفهم أنا وياه. لا أبي أعرف وش بيكون ردة فعلك. ما أنا ماشي أنت شخص عصبي. لا أنا ماني بعصبي. تختي علي يقول ابن علوش الشاعر يقول امزح والله. يستاهل امزح ومزح بلسانه خير من مزح اليدين. مزح الرجال العاقل على حدود الاحترام وبعد مو يمزح بلسانه قبله يعني في كلمه ما تقول لي قدام البث انا جاي اقدم نفسي واقدم ناس وراي وقدام الجمهور الشباب كبار صغار يتابعونا يعني الحركه هذه ما هي بلايقه. انت جاي تمثل نفسك وتمثل. طيب حصل غلط على البث راح ترد على البث ولا تحت البث؟ تلقى في قرارة نفسية لكل حادث حديث بس أنا في قرارة أنا أتكلم عن أحداث. لا في الأحداث على حسب الخطأ. في خطأ ترد عليه طبعا ترد تبرير أني أنا أدري أنك خطيت وأنا بدمحها من ثقة فيني عرفت. وإذا في خطأ ثاني كبيرة تتعالج أنا وياه تحت البث. طيب عبد الله حصل خطأ من زملائك على البث بترد عليه على البث ولا تحت البث؟ لا أكيد تحت البث. ليش تحت البث؟ لأن هو